مساء الخير مشاهدينا من كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم أوقات. الحقيقة حياتنا كلها عبارة عن أوقات. النهاردة هنناقش موضوعات كتير وعندنا أخبار كتير. أول خبر بيقول معانا إن صحيفة Global Markets أعلنت إنها هتمنح محافظ البنك المركزي لقب أفضل محافظ لعام 2016 وهو طارق عامر بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كمان صرح رئيس تحرير الصحيفة دي ان سياسات البنك المركزي المصري كان ليها الفضل انها تضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وان ده طبعا ساعد في اعادة الثقة للمستثمرين على مستوى العالم. واضاف ان في تحسن كبير في الاقتصاد المصري كان بسبب التزام البنك المركزي بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية في الوقت المناسب، وإن محافظ البنك المركزي طارق عامر هيستلم الجائزة دي يوم السبت الموافق 14 أكتوبر في احتفالية تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن. أما بالنسبة لعدد الحجاج اللي توفوا في الأراضي السعودية، فأعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة الحالة رقم 12 وهي حاجة مصرية بالأراضي السعودية بتبلغ من العمر 70 سنة من محافظة بورسعيد. ولكن رئيس بعثة الحاجة الطبية الدكتور عمرو صابر أعلن أن المتوفاة دي تدعى سعاد كامل توفيق بيرم، وأن هي توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة إثر توقف بعضلة القلب. وأشار الأنصاري إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، مضيفا أنه هيتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة ليها. كمان عمل رئيس بعثة الحاجة الطبية قام بزيارة مفاجأة فجأة الأحد على عيادات منطقة إبراهيم الخليل بعد رصد غرفة التحكم المركزي التابعة لبعثة الحاجة الطبية ازدحام في بعض العيادات في الساعات الأولى من الصباح. لمزيد من المتابعة معانا تلفونيا الدكتور عمرو صابر رئيس بعثة الحاجة الطبية. برحب بحضرتك. ألو، برحب بيك يا فندم. السادة المشاهدين، في الأول كنا عايزين نعرف إيه أحوال الحجاج المصريين في الأراضي السعودية وعايزين حضرتك تطمننا عليهم. والله يا فندم لغاية دلوقتي الحمد لله رب العالمين في تيسر تام في حالة الحجاج عموما بشكل عام، ونسبة الوفيات الحمد لله كانت أقل بكتير من نفس السنة اللي فاتت، والحمد لله الدنيا ماشية كويس جدا لغاية دلوقتي. طب ممكن حضرتك توضح لنا ايه اسباب الوفاة؟ هل ليها علاقة مثلا بدرجة الحرارة ام بالازدحام؟ طبعا ليها علاقة بدرجة الحرارة العالية، طبعا لان درجة الحرارة مرتفعة جدا في السعودية بشكل عام، ودرجة الحرارة النهاردة ل 59 درجة مئوية طبعا، ودي حاجة خارجة عن ارادة اي شعوب او اي ناس في الدولة يعني بشكل عام. وطبعا حالة الازدحام سواء ما بين الحجاج المصريين في طوائف شعبية عموما في طواف وفي كل مراسم الحج بشكل عام، فحاجات كلها بتبقى خارجه عن مسؤوليتنا، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر على قد ما نقدر ناس علشان تبقى في حركه منظمه اكتر للحجاج بشكل عام. وبس طب ممكن حضرتك توضح لنا كم حاله بالظبط تحت الملاحظه والرعايه الطبيه؟ تحت ايه يا فندم؟ كم حالة بالظبط تحت الرعاية الطبية والملاحظة؟ والله يا فندم احنا اللي وصل لنا لغاية الآن ان هو عدد الوفيات لغاية صباح اليوم وصلوا ل 18 حالة وفاة، وعدد المرضى تحت الرعاية الصحية وصلوا ل 51 حالة. تمام. عرفت ان حضرتك احلت بعض المسؤولين العيادات لتقاعسهم عن العمل، فممكن تفاصيل اكتر عن الموضوع؟ معلش يا فندم تعيدي السؤال. حضرتك احلت بعض مسؤولين العيادات لتقاعسهم عن العمل، فعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن الموضوع. احلت بعض الحجاج. الو، معلش انا الصوت مش واضح. حضرتك قمت بزياره واحلت بعض مسؤولين العيادات لتقصيرهم في العمل، فعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر.
هو بالفعل يا فندم بسبب عدة مشاكل حصلت، تم إحالة فعلا البعض بسبب الظروف الحالية وكثرة عدد المشاكل عموما اللي كانت حصلت من ناحية الرعايات الصحية. طبعا الناس اللي مرضت بسبب الازدحام الشديد هناك وبسبب درجات الحرارة زي ما وضحت لحضرتك، وده كان السبب الرئيسي. تمام. طب ممكن حضرتك في نهاية اللقاء ممكن تقول لنا ايه النصائح اللي تحب توجهها للحجاج الذين لم يتوجهوا بعد للأراضي السعودية؟ والله يا فندم هي الموضوع معتمد اعتماد كامل على التنظيم، يكونوا منظمين قدر المستطاع وان شاء الله الدنيا هتكون يعني ماشيه بطمأنينة، ومش هيبقى فيه اي حالات مرضيه او هيبقى فيه اي حالات عموما يجي لها اي مشكله في مراسم الحج. تمام، بشكر حضرتك جدا. شكرا. ودلوقتي مشاهدينا هنستكمل كل فقرات حلقتنا بعد الفاصل. كايرو ميديا سكول، المركز التدريبي المتخصص في صناعة المواهب الجديدة. دورات تدريبية صممت خصيصا لتواكب متطلبات سوق العمل المصري والعربي. مدربون وخبراء استطاعوا عن طريق مشاريعهم وخبراتهم أن يتحولوا لنماذج مهنية للأجيال الجديدة. التحق الآن لتكتسب الضوء الأخضر لدخول مجال الإعلام. كايروميدياسكول.org ميديا جرين لايت. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في فقرة خاصة جدا. الحقيقة كلنا سمعنا عن حادثة اصطدام قطر اسكندرية وقطر بورسعيد، وبعديها على طول طلع وزير النقل الدكتور مروان محمد وقام بعقد اجتماعين منفصلين، وكانت نتيجة هذا الاجتماع انه هيتم تطوير نظام اشارات السكك الحديد بما يقدر بحوالي مليار دولار. النهارده معانا في حلقتنا النهارده الدكتور مروان محمد وزير النقل. في الاول بحب ارحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف ازاي هيتم تطوير اشاره سكه الحديد او ما يعرف بالصنفور. تمام. انا في البدايه بس يعني بمناسبه ان انت ذكرتي حادثه التصادم بتاع القطرين بتوع اسكندريه، حابب ان انا نعي كل شهداء الحادثه دي، واقول ان شاء الله انا بحاول على قد المستطاع ان احنا نقوم باجراءات حاسمه ضد الناس اللي اهملت او اللي تسبب في اهمالها الحادثه دي، وضد ان احنا نخلي نسبه الاهمال تقل او نسبه وجود كارثه زي دي انها تحصل تاني. ده في البدايه. ده من ضمن طبعا مشروع ان انا نكهرب المزلقانات بتاعت السكك الحديد. ده كان من ضمن الخطوات اللي احنا بناخدها علشان خاطر نأمن شريط القطر او شريط السكة الحديدة. انت عارفة طبعا زمان حصلت كذا حادثة بخصوص ان المزلقانات كانت بتدار بشكل يدوي، فاحنا الحمد لله ان قدرنا ان احنا نتواصل في اتفاقيات مع شركات متخصصة بحيث ان احنا نخلي العملية ممكنة كهربائيا اكتر، منظمة أكتر، وطبعا مش هتخلو من العامل البشري، وهنقوم بدورات تفحيصية على طول أو إجراءات أو فحوصات طبية على كل اللي شغالين في المزلقانات. طب حضرتك كنت اتكلمت عن مزلقانات سكك الحديد وتجاهلت تماما موضوع إشارة سكك الحديد، مع إنه هو كان السبب في حادث قطري اسكندرية وبورسعيد، فممكن حضرتك تقول لنا هيحصل فيه تطوير او ايه اللي هيحصل فيه بالظبط؟ بصي، هو انا يعني احنا منهجنا كوزارة ما بنحبش نتكلم عن حاجة قبل ما بتحصل، فاحنا دلوقتي بندرس كذا حل، بنضع منهج تدريبي عشان هندي الناس اللي شغالة او الموظفين اللي شغالين دول دورات تدريبية، فمستني بس نحط الخطة كاملة ونبتدي فعلا في تنفيذها، وان شاء الله هنطلع في الاعلام هنتكلم عنها بالتفصيل. تمام. طب احنا تاني دولة تقريبا على مستوى العالم من بعد بريطانيا في ادخال نظام سكك الحديد في مصر، فازاي لحد دلوقتي كل البلاد بتتطور وبيطوروا النظام بتاعهم واحنا ما زلنا بنستخدم لسه بنعتمد على بدائيات؟ ما هو مصدقين احنا من اول ما مسكنا الوزارة والوزارات السابقة الصراحة كلها كانت بتحاول ان هي يعني تاخد موقف ضد البدائيات اللي حضرتك بتتكلم عليها، بس احنا بالطبع طورنا الحمد لله في كتير قوي من قطاعات الهيئه القوميه للسكك الحديد، وان شاء الله احنا واضعين خطه سواء انا سواء اللي هيجي بعدي سواء اللي هيجي بعدنا هيمشي عليها
انها خطة زمنية وفق معايير معينة، هتشوفي ساعتها التطوير تمام. المنشود ان شاء الله. بحب اطمن كل الناس ان شاء الله احنا فعلا ما بننامش، وفعلا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نأدي شغلنا على اكمل وجه في ظل الامكانيات والاوضاع الراهنة. حضرتك طبعا شايفة ظروف البلد شوية مش مساعدة، وربنا طب يسهل ان شاء الله. احيانا احب اسال حضرتك ازاي هيتم توفير مبلغ ضخم زي ده اللي هو مليار دولار؟ الشركات اللي احنا عاملين معاها الاتفاقية هي تلسوم وارستوم. الشركات ده احنا عملناها معاهم اتفاقيتين فعلا بمقدار مليون دولار، هناخدهم كقرض من البنك الدولي، وده احنا عملناه خلاص فعلا مع البنك الدولي، وبنتخذ دلوقتي الاجراءات اللازمة لتحقيق الاتفاقية دي. تمام، بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا. تحت امرك حضرتك. وكان ده اخر اللقاء مع وزير النقل. مشاهدينا انتظرونا في اخر فقرات حلقتنا النهاردة مع احد الشباب الصاعد في رمضان 2017، انتظرونا. كايرو ميديا سكول، المركز التدريبي المتخصص في صناعة المواهب الجديدة. دورات تدريبية صممت خصيصا لتواكب متطلبات سوق العمل المصري والعربي. مدربون وخبراء استطاعوا عن طريق مشاريعهم وخبراتهم أن يتحولوا لنماذج مهنية للأجيال الجديدة. التحق الآن لتكتسب الضوء الأخضر لدخول مجال الإعلام. كايرو ميديا سكول دوت أورج، ميديا جرين لايت. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في اخر فقرات حلقتنا النهاردة. الحقيقة احنا معانا وجه جديد وشاب صاعد شارك في الكثير من الاعمال على مدار سنتين من رمضان. في البداية كان مسلسل فوق مستوى الشبهات وسقوط حر ويوميات زوجة مفروسة قوي بالجزئين التاني والتالت، واخيرا مسلسل واحد الغروب، وهو الفنان الشاب محمود رجب. برحب بك. اهلا بك. في البداية كنت عايز أعرف أنت إزاي اكتشفت موهبة التمثيل؟ لا اكتشفتها دي، أنا عارف أن أنا حابب المجال ده من زمان جدا، من بدري أو أنا صغير يعني. بس أنا بدأت أمثل إمتى؟ الكلام ده من تالتة جامعة، آخر تالتة جامعة كمان، لأن أنا في قبل كده ما كانش مسموح لي أو ما فيش مكان معين، لأن أنا من المحلة الكبرى مش من القاهرة، فما فيش مكان أمثل فيه أصلا يعني، المسارح قليلة وما فيش جمهور ليها وكده. فلما في جامعة خلاص قلت لازم بقى ادخل فرقه المسرح وكده، وبدات اشتغل مسرح من ثالثه جامعه لحد دلوقتي. تمام. طب اول عمل ليك تلفزيونيا كان مشهد مع الفنانه يسرى في مسلسل فوق مستوى الشبهات. بالظبط. فانت كده بتعتبر نفسك يعني وصلت اللي انت كنت عايزه ولا لسه بتبدا؟ لا طبعا انا لسه ببدا، لسه في البدايه خالص. انا فعلا اول مشهد يعني انا بادئ احترافيا الموضوع ده من سنتين بس. جيت هنا استقريت في القاهره وبدأت أدور على أن أنا أكون متواجد في المجال نفسه. بس المفروض أنا مدرس إنجليش، بس ما اشتغلتش مدرس إنجليش، وكنت شغال في شركة من شركات الاتصالات برضو، لقيت نفسي بعيد عن الموضوع ده. بس فبدأت بقى أركز أن أنا أكون جوه الموضوع ده، وفعلا بدأت الحمد لله، وكان أول ظهور ليا خالص قدام أستاذة يسرى، طبعا دي حاجة عظيمة يعني. ومن وقتها الحمد لله يعني دي حاجة ادتني دافع أن أنا طول الوقت عايز أخد مساحة أكبر، أقف قدام نجوم برضو في نفس المستوى، أو طبعا ليها قيمتها بس عايز حد أعلى بس، والحمد لله يعني مكمل. تمام. أنت شاركت في آخر مسلسل ليك كان في واحد الغروب، شاركت في حوالي 14 حلقة تقريبا، فاحكي لنا بقى إزاي تم اختيارك في مسلسل عظيم زي ده. تمام. واحد الغروب برضو في حاجة، في نقطة كده، أنا يعني ما كنتش رايح أنا أعمل أوديشن، دي برضو حاجة نقطة جديدة. كان المفروض واحد صاحبي هو اللي متحدد له معاد للأوديشن ده، فأنا قلت له أجي معاك يعني هرخم عادي، أجي أشوفكم بتعملوا إيه وكده. فرحت، فلما مساعد الكاستنج دايركتور شافنا قال لنا خلاص الأوديشن خلص. هو كان ثلاثة، هو أكبر مني بسنين، بحوالي 7 سنين مثلا. فمساعد المخرج الكاستنج دايركتور لما شافني سألني على سني، فقلت له 25 سنة. قال لي خلاص تعالى لي أنت بكرة، أنا مش رايح الأوديشن أصلا. بس ورحت له تاني يوم، ده فضل معادني تقريبا 6 ساعات لغايه ما جه دور يعني، ودخلت وقعدوا بقى لغايه لما كلموني، فضلوا 6 شهور مثلا لحد ما كلموني. انا خلاص يعني فقدت الامل، قلت خلاص بقى، لان كان عدد كبير قوي موجود في الاوديشن، فقلت خلاص انا ماليش نصيب، ومن البدايه اصلا انا مش انا اللي رايح الاوديشن يعني.
لكن الحمد لله بعد 6 شهور لقيتهم بيكلموني ورحت مضيت عقد وصورت في المسلسل. عظيم جدا. طبعا كلنا لينا قدوة في الحياة، فانت مين قدوتك سواء من الوسط الفني او من خارج الوسط الفني؟ لا، هو من الوسط الفني قدوتي يعني كان وما زال والفنان القدير طبعا استاذ احمد زكي الله يرحمه. ده بالنسبة لي عشق، يعني انا حافظ افلامه كلها عن ظهر قلب، يعني ده العشق بالنسبة لي وبتعلم منه كتير جدا. ده قدوتي في الوسط الفني. طبعا خارج الوسط الفني يعني في اكتر من حد، عشان برضو ما بقاش قليل الاصل، والدي طبعا عشان ما يهزقنيش لما اروح. والدي طبعا قدوتي وبحترمه جدا، يعني بحترم فيه طبته ومربينا على الاخلاق والادب والحمد لله. يعني ده قدوتي في الحياه عموما. وليا طبعا كتير بقى يعني في المسرح استاذ مصطفى الشطوي، ده اول حد برضو خد بايديا في المحله وفضل يعني علمني وكان واثق فيا. بس بس طب لو قالوا لك مثلا ممكن تجسد قصه حياه الفنان احمد زكي، فتوافق ولا انت بالنسبه لك انك تمثل شخصيه من خيال مؤلف احسن؟ لا، سؤال محتاج تفكير كتير. بس هو انا افضل يعني امثل شخصيه مش موجوده فعلا من خيال مؤلف عشان اقدر اضيف عليها انا حاجه من خيالي برضو. انما شخصيه استاذ احمد زكي طبعا لما اجي اقدمها يعني قصته معروفه، فانا حاسس ان انا مش هضيف قوي. فانا لا، انا افضل ان انا امثل حاجه، اجسد حاجه من الخيال يعني عشان اعرف اضيف عليها. تمام. خلينا نقول ان الناس في الحياه عامه ليها مدرسين، مدرسه منهم فكره الانتشار انها ممكن تؤدي اي دور حتى لو مش لايق عليهم، مجرد انها تنتشر وتبقى موجوده على الساحه. المدرسه الثانيه انها تقبل دور حتى لو كان بسيط جدا بس يكون لايق عليها. انت بتتبع انهي مدرسه؟ انا مبدئيا اتبع المدرسه الاولى، لان انا في مرحله الانتشار فعلا وهعمل اي حاجه تتعرض عليا حتى لو مش مناسبه ليا. انا في المرحله دي حابب ان انا انتشر والناس تبدا تعرف مين محمود رجب بس. وبعد كده لما يبقى ليا حريه الاختيار بعد كده اقدر اختار الدور المناسب ليا واللي هيعليني بس. فانا اقول ان انا تبع المدرستين دلوقتي يعني في الوقت الحالي. ان شاء الله تكون تبع المدرسه الثانيه. اتمنى يعني ان شاء الله. طب احكي لنا بقى، نشوفك تاني قريب امتى؟ ان شاء الله ممكن في اول السنه على حسب هيعرضوا امتى. انا دلوقتي بشارك في افراح ابليس، ده يعتبر اول دور حقيقي ليا. يعني ده الحمد لله شخصيه ليها اسم وليها تاريخ، يعني شخصيه لحد ما تكون مؤثره ان شاء الله. ده شخصيه سالم، شاب يعني طالب جامعي صعيدي في افراح ابليس الجزء الثاني. بس طالب جامعي استاذ كمال ابو ريه طبعا يعني شايفه مواظب على الصلاه قوي هو ومجموعه شباب كده، فبيبدا ياخدهم لسكه ثانيه خالص. بيبدا بقى ايه، مش عايز احرق طبعا المسلسل، بس في احداث كويسه جدا وانا اعتبر ان شاء الله ده نقله ليا او بدايه حقيقيه ليا ان شاء الله. تمام، بشكرك لوجودك معانا النهارده. انا كنت مبسوط جدا وشكرا على الاستضافه الجميله دي. دلوقتي مشاهدينا الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه، والنهارده كان معانا الفنان الشاب الصاعد محمود رجب. طبعا بشكر لوجوده معانا النهارده، ونستناكم في حلقه جديده بكره في نفس الميعاد من برنامجكم اوقات.